شهرة زاد احكي لشهرة يار اشغلي له ليله لطلوع النهار حيري له باله غيري له حاله خلي عقله دايما في حالة انبهار احكي يا شهرة زاد احكي لشهرة يار اشغلي له ليله لطلوع النهار شفتي مهند؟ شفت مهند ما شاء الله أمورة ما يعملش كده تاني لا خلاص هو حرم حرم؟ حرم أوكي. حرم ما أقولش يعني ولا أقول لا 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 ربنا يعني الحمد لله الراجل كويس يعني أخبارك إيه؟ أنا الحمد لله حلو أنا بحب البطيخي اللي أنت لابساه ده وأنا مبهجة وش يا بطيخي؟ مبهجة تحس إن عارف بس هي يعني بتاعت يعني ستايل فلاحيني شوية هو في أحلى من كده؟ أنا بحبها عشان كده أنا بحبها عشان كده أنا بقول لك أنا هقول لك حاجة قولي انا كنت اتمنى انك تبقى فلاح تقعد كده ايه والخيمه الزرقاء ايه ستراك ايه الخيمه الزرقاء دي في اغنيه الاستاذ محمد عبد الوهاب لك محلاها عيشه الفلاح محلاها عيشه الفلاح مش عارفه والارض براح والخيمه الزرقاء ستراك الخيمه الزرقاء دي اللي هي السما انا كان نفسي ابقى عايش في بيت اللي هو بالطوب اللبن خلاص وفي فرن جوه البيت بنعمل العيش والخبيز بتاعنا فيه وبره البيت الناحيه الثانيه في الحته اللي فيها البط والوزد والفراخ والحاجات الحلوه دي واصحى الساعه 5 الصبح تروح الغيط اروح الغيط شايل الطوري ما اعرفش بقى انا مش عارف الفاس. اسمي حاجات الفاس احنا عندنا بصيد اسمه الطوري وحتى بقى ايه واقعد انا بحب الارض وبحب الطين في مصر أي. يعني انا الطينه المصريه او التربه المصريه في بيني وبينها ود حاجة فيها حميمية هي أصلا أنت عارفة يا سعاد لما بروح أسوان أنا بعمل إيه؟ ناحية جزيرة النباتات وفي حتة كده والسنة اللي فاتت كنت في معزوم هناك في قرية اسمها المنصورية البيوت هناك جميلة جمال غير طبيعي أي. غير طبيعي ونظيفة نظافة غير منطقية في جمالها ورطبة مهم أنا أحب بقى إيه؟ ألبس شورت وأقلع الشبشب في أي حتة وامشي على شط النيل أيوة. هناك النيل نظيف جدا ايوه والدنيا حر تحس ان الارض بتندي جلد رجلك اختي اسم الله علي وتخشي كده رجليك تغوص كده في الطينه أيوة. يا الله وتحس ان انتوا في بينكم الفه ويجيبوا لي بقى قصب ايوه ونقعد نقعد ناكل قصب
ايه المتعه دي؟ لا هي حاجه جميله طبعا. ايه المتعه؟ لا بجد انا بحب اسوان اصلا. وانا بحب مصر كلها. يعني اسوان ليها كده معزه خاصه عندي. رحتها ما عجبتنيش. لا كلهم حلوين بس في اماكن كده تحس ان هي ايه انت قريب منها قوي. رشيد دي بديعه. عارف انت اللي هي مرج البحرين يلتقيان الملح والعذب في رشيد. رشيد دي جميله انا بعشقها. واسوان بحب كل بلد بروحها بحس بريحه بس ريحه حلوه ليها ميزه مختلفه ليها ميزه. يعني السنه اللي فاتت كنت اول مره اروح المنيا انا انبسطت انبساط غير عادي. رحت مقابر بني حسن؟ لا انا رحت جامعه المنيا كنت معزوم هناك زي بقول كلمه كده مع الطلاب. طبعا هناك الطلاب انا بهروني بثقافه واللغه الانجليزيه والنطق. انت عارفه انا مع اللغه الانجليزيه اللي بينطقوها صح والانفتاح. ايوه ودوني مكان وكانوا قايلينه بقى الشريف مدكور جاي كان بيعمل بيتزا وعملوا لي بيتزا 3 متر بيتزا 3 متر وكان نزلوا بقى بالليل فسحوني ومشوا. لا 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 ايه ده؟ لا المنيا طبعا سافرت رحت حتتين جداد بالنسبه لي كنت المنيا ونويبع دي حاجة ودي حاجة طبعا بس في الحاجتين أنا اتبسطت انبساط غير عادي. أي حقيقة قبل بقى ما تروح أبيدوس في وتل العمارنة وادي العرابة. لا ما رحتش الحتة دي. في أخميم تروح بقى نفسي أروح أخميم قوي. يلا بينا نروح مع الرسم. ده أنا جالي كوفرتة هدية مصنوعة في أخميم مش عايز أقول لك جمالها. لازم تروح أخميم. أنا عايز أروح أخميم دي جميلة هتبسط وأنا كمان. طب قول لنا بقى الحاجات. يلا بينا بلغني أيها الجمهور السعيد جمهور الحاج شريف مدكور ذو العقل الرشيد. سامع يا مهند؟ سامع مهند اطلع لي اطلع لي لا اطلع لي تاني بدل بقى اجيبك ايوه كده شطوره يا مهند. احنا النهارده هنتكلم على مؤرخ سويسري هو مؤرخ وجغرافي وعالم جيولوجيا وكاتب وهو مات صغير مات عنده 32 سنه اتولد سنه 1784 وتوفي سنة 1817. هو اتولد في لوزان في سويسرا وبعدين وتعلم طبعا في المدارس هناك وفي الجامعة لحد ما نابليون قرر ان هو يغزو أوروبا ويستولي على سويسرا. هو أبوه سويسري وأمه إنجليزية فقرر ان هو يروح لندن علشان يعيش هناك لأنه ما كانش قادر يعيش في سويسرا وقت اللي كان نابليون بونابرت بيحاول ان هو يستولي عليها. في الوقت ده كان في لندن كان في لما جه بقى نابليون بونابرت مصر وهم اخذوا حجر رشيد فطبعا اتفتحوا ما هو بحب دايما نقول سرقوه. هم سرق هو الفرنسيين سرقوه الانجليز سرقوه من الفرنسيين فهم طبعا بقى في هوس بالحضارة المصرية وهوس كمان بالتاريخ الإسلامي لأن هم كانوش يعرفوا كتير قوي عن الإسلام خاصة لما ظهرت الطبعة الأولى من أو الإعداد الأول لوصف مصر فكان هناك في اسمها الجمعية الجغرافية لاكتشاف مجاهل أفريقيا وهم أصلا كانوا بيعدوه أن هو يروح لبلد اسمها تمبوكتو في مالي لكن هم عايزينه يتعلم عدة لغات. هو تعلم اللغة العربية في جامعة كامبريدج ونزل على سوريا قعد هناك سنتين وبدأ يكتشف الأماكن حواليه اكتشف مدينة البتراء اللي في الأردن ونزل على الجزيرة العربية وعمل كتاب مهم جدا عن الجزيرة العربية وجي مصر وعمل كتاب عن النوبة والسودان وتعرف على الوالي محمد علي باشا وقتها واصطحبه معاه في رحلته إلى الجزيرة العربية أيام الحرب. يا محمد علي أخده معاه الجزيرة العربية؟ أخده معاه الجزيرة العربية أثناء الحرب بتاعت بين محمد علي وأمراء الجزيرة العربية وهو هناك عجبه الحال جدا. هو
بقى يعني هو يقال ان هو اعلن اسلام وسمى نفسه ابراهيم ابن عبد الله، وما كانش بيقول ابدا ان ما بيعترفش لحد ان هو سويسري او ان هو جاي باحث. ده مره يتنكر في زي تركي، مره يتنكر في زي بدوي، حتى الصور اللي احنا هنشوفها له هتلاقيه لابس طب هو عمل ايه لمصر؟ عمل حاجه لمصر؟ هو كاتب كتاب مهم جدا عن مصر. كتب ايه بقى؟ يعني هو عاش شويه في مصر مش كده؟ هو عاش في مصر بس هو يعني كتب عن النوبه اكتر، عن جنوب مصر، عن جنوب مصر، وكاتب كمان عن السودان اكتر، خصوصا ان هو كان في مرحله الى حد ما محمد علي كان بيحاول ان هو يوسع حدوده في السودان، وبياخد من السودان عشان يعمل جيش. اول جيش حاول يعمله محمد علي كان من السودان، بعد كده هو يعني كان صعب تدريبهم فاستعان يعني بالمصريين بدل منهم، اللي هم اثبتوا كفاءه عاليه في الاهتمام بفكره العسكريه والتجنيد. بالظبط كده، الله ينور عليك. هو كان يسمي نفسه مره ابراهيم الشامي، مره ابراهيم ابن عبد الله، مره تاجر هندي، لكن هو في كلهم بيقول ان هو مسلم. كان بس بيظهر عن نفسه مع القناصل بقى، مع السفراء، مع الوزراء كده، لكن طول ما هو عايش يعني بالمناسبه بقى متوفي في مصر. يعني القناصل وكده كان يقول اسمه اللي هو السويسري جان لويس بروكهارت. انا عايزه اقول لك على بس حاجه، ده منافق قوي. عايزه اقول لك ان هو عامل كتاب عن العادات والتقاليد المصريه من خلال الامثال الشعبيه في عصر محمد علي. يعني دي دراسة الحقيقة كانت غريبة جدا. وهو لما لا بس عايز أتوقف عند حاجة. ماشي. هو منافق، عارفة ليه؟ لا ما أنا طب اتفضل. معلش مع كامل احترامي. براحتك. ما ينفعش هو لو كان غير اسمه لازم يبقى فخور بهذا التغيير وبيعلنه قدام المصريين أو قدام العرب أو قدام المسلمين وقدام ناس الأهل الحضارة بتاعته أو أهل البلد بتاعته، بس ما ينفعش يبقى قدام المصريين مسمي نفسه إبراهيم عبد الله ومع السويسريين والفرنساويين مسمي نفسه جون مش عارف إيه. يعني ما أنت يا تختار كده يا تختار كده، لكن أنت عشان ترضي دولت فتحسسهم إن أنت منهم، وهي كده في الحاجات التانية ترضي دولت فتحسسهم إنهم منهم، ده إيه؟ أنا مش هدافع عنه، بس أنا هو يعني لا ما بقولكيش دافع عنه، بقول لك لان في ناس لغايه دلوقتي بيعملوا كده. طبعا طبعا، بس هو بيقول ان هو بيلعب على الفهم، على الحبلين طبعا، مش على الحبلين، ممكن يلعب على 10 حبال في نفس ذات الوقت يعني. لكن هو كان بيقول ان هو كان مضطر يعمل كده علشان يعرف يشوف الاماكن الغريبه، او يدخل مثلا يوصف الجوامع، يدخل يوصف ازاي المصريين بيتعبدوا، يوصف التجاره والمعاملات. لا كان في مشكله مع الاجانب في مصر، مش مع المصريين، مع الاتراك اللي كانوا بيحكموا مصر، وهو كاتب انتقاد شديد جدا للاتراك في الـ الكتب دي، بيقول ان هم يعني شرسين وعنيفين جدا في التعامل مع كل ما هو غير تركي، وهو شايف ان هم في وقتها يعني كانوا متعالين عن المصريين من وجهة نظره ان المصريين يعني ايه اكثر فائده واكثر اهميه من لان التانيين دول احتلال. بالظبط كده. ما هو اصل اي دوله هتيجي تحتل دوله هتبقى متعاليه وهتبقى شايفه نفسها ايه، لانها في الحقيقه هي اقوى، انها قدرت تسيطر على اداره بلد وقدرت تحتلها. ما صح؟ هو صح الكلام كده. هو الراجل بيقول كده، وبالتالي هو كان يعني طول الوقت اسمه لابس اللبس المصري او التركي وقتها زي اللي كان موجود وقتها، علشان يعرف يدخل تفاصيل الحياه الاجتماعيه علشان يكتب عنها، باعتبار ان هو راجل رحاله ومؤرخ. وما طلعش الرحله الاصليه اللي كان رايحها اللي هي تمبوكتو، وحاول طبعا يوصل لمنابع النيل لكن برضه طيب ما قدرش. تيجي نشوف الصور؟ ماشي. دي اول صوره، دي صوره تقريبيه ولا دي صورته اصلا؟ لا دي مرسومه، صورته هو مرسومه يعني. بس شكله شبهنا طبعا يعني. ما شكلوش سويسري خالص صراحه. اوكي. ده إيه؟ اول كتاب، ده العادات والتقاليد المصريه من خلال الامثال الشعبيه في عصر محمد علي. اوكي. فدي حاجه جميله يعني. ده ايه؟ ده رحلاته. اوكي.
في بلاد النوبة. ده ايه حضرتك؟ ده هنا في شبه الجزيرة العربية رحلات بروك هارت في شبه الجزيرة العربية. اوكي. ده هنا رحلاته في سوريا والبلاد المقدسة اللي هي فلسطين يعني. ودوت المفروض ان هو المقدمة بتاعته هي المرجع اللي جبنا منه المعلومات. انا عندي كتاب بتاع العادات والتقاليد المصرية من خلال الامثال الشعبية في عصر محمد علي. ايه اهم العادات والتقاليد اللي لفتت نظرك؟ فكرة الصبر، قال لك المصريين وعلاقتهم بالصبر، الصبر مفتاح الفرج، اصبر على جرك السوء لا يرحلك المصيبة. انا حاطط عندي على البلدكينة بتاعت الستارة كده، الصبر مفتاح الفرج. فهو دايما شايف ان المصريين صبورين وعندهم سماحة. صحيح. شكرا سوسو. ولكم. اهلا وسهلا نورتينا. اهلا بيك يا عم. هنسمع دلوقتي كوبليه واحد من كلام الناس العبقري الاستاذ جورج وسوف، وبعد كده فاصل ونرجع لكم عرض ازياء مع استاذه اسماء ذوالفقار. خليكم معنا لو سمحتوا. مزيكا. كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر، كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، كلام الناس ملامة وغيرة مش أكتر. وليه يا حبيبتي نسمعهم؟ انا عاشق بسمعهم. وليه يا حبيبتي نسمعهم؟ انا عاشق بسمعهم. عيوني ما حد يمنعهم ولا بالوهم هتأثر. وليه يا حبيبتي نسمعهم؟ انا عاشق بسمعهم. وليه يا حبيبتي نسمعهم؟ انا عاشق بسمعهم. عيوني ما حد يمنعهم ولا بالوهم هتأثر. بكلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس كلام الناس لا 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 بيقدم ولا يأخر. شكرا. 24